السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء اليوم سنتطرق إلى موضوع الخسائر في الأنابيب والخسائر في الأجزاء المشكلة أو أجزاء الربط إذا صح التعبير. طبعا أول شيء الخسائر نعم دا أسجلها. أي فالخسائر في الأنابيب تنقسم الخسائر بشكل عام بالمنظومة الهيدروليكية، بها خسائر احتكاك يسموها، اللي هي احتكاك في الأنابيب نفس سائل دا يجري ضمن الأنبوب دا يحتك وياه، فإذا شنو دا تولد عندي حرارة دا تأخذ قسم من الطاقة، يعني بالنتيجة دا تقل الطاقة عندي. هذا نوع من أنواع الخسائر. الخسائر الأخرى هي خسائر يسموها الأجزاء الربط، مثلا عكس، تقسيم، غيرها. ذني أيضا بها معادلتها جدا بسيطة. فخلنا نجي أول شيء نحكي على الخسائر في الأنابيب. الخسائر في الأنابيب طبعا يتم حسابها عن طريق معادلة. تتذكرون أنا أعطيتكم معادلة مع دلتا بي، هبوط الضغط. الدلتا بي قلنا تساوي اللمدة اللي هي سميناها معامل الاحتكاك. وهسه أقول لكم شنو فرقها عن الاف، يعني هاي اللمدة شنو فرقها عن الاف، وبعض المصادر تستخدم لمدة، بعض المصادر راح يشوفها تستخدم اف، لكن أكو فرق بيناتهم، أكو فد معادلة تربط بين الاف وبين اللمدة، هسه أقول لكم عليها. والال اللي هو شنو قلنا، طول الأنبوب، يعني الأنبوب كل ما يزيد طوله كل ما راح يصير الفواقد أكثر، لأنه الاحتكاك راح يكون أكثر. وكذلك الكثافة، الكثافة كل ما تزيد معناتها الزيادة يكون أثقل، وبالتالي الاحتكاك مالته راح يكون أكثر. إذا الكثافة. وأيضا عندي السرعة، لكن هنا تأثير السرعة عالي، يعني على هبوط الضغط كل ما تزيد السرعة تأثيرها يكون أعلى على هبوط الضغط، يعني الضغط راح يهبط بشكل أكبر. وأيضا عندي مقسومة على 2D، الدي هو 2 ثابت، والدي هي القطر، قطر الأنبوب. القطر طبعا يتناسب عكسي، يعني كل ما يزيد قطر الأنبوب كل ما الفواقد راح تقل، كل ما الهبوط بالضغط راح يقل. إذا تتذكرون معادلة برنولي أخذنا أنه المعادلة برنولي شو تقول؟ تقول بهالشكل، هذا الـ P على رو جي زائد V تربيع على 2G زائدا ال H. طبعا هاي هنا 1، هنا مثلا 1 هاي 1 هاي 1، تساوي نفس المقادير بس كلها 2 2 2. زين هنا لو تجون تلاحظون هذا ال P اللي هو ضغط نفس هذا، هذا الضغط من قسمه على رو جي ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني خلينا نقول شحنة الضغط، لكن بدلالة شنو؟ بدلالة الارتفاع. يعني شنو؟ يعني الرو هي ثابتة والجي ثابت، فعلى وش أنا إذا يعني أبقيها البي نفسها؟ أحاول أختصرها. زين هسه واحد يسألني يقول لي البي من قسمتها على الرو جي شلون صارت ارتفاع؟ أقول له هسه خلينا نسويها تحليل بعدي. البي هي شنو؟ قوة على مساحة. يعني شنو قوة؟ يعني كتلة في تعجيل، اللي هو مثلا طول على طول على مربع الزمن. هذا شنو؟ هاي القوة. زين من تجي نقسمها على المساحة L تربيع، طول تربيع، هاي شنو صار هسه؟ هذا من إذا اختصر شي يصير هذا ال L يروح ويا التربيع، فراح يصفالي M على T تربيع، وهاي ال L مقام هاي تبقى هي شي هنا، هاي هنا التربيع لازم نكتبها لي فوق مو سبسكريبت. بعد ذلك اقسمها على شنو؟ على رو جي. الرو هو شنو؟ ال تكعيب، العفو مو ال تكعيب، ام على ال تكعيب، ام على ال تكعيب. والجي هو شنو؟ التعجيل، التعجيل هو متر على الثانية تربيع على سبيل المثال. يعني شنو؟ يعني زمن، العفو طول على مربع الزمن. فهسه من تجي تشوف هاي المعادلة، هاي التي تربيع راح تختصر ويا هاي، الام راح تختصر ويا الام، الال راح تختصر ويا الال. زين الال تكعيب، نعم الال تكعيب طبعا هي هنا لازم اكفد، يعني تختصرها لازم يبقى فقط ال، انا اشتبهت هنا لازم يبقى ال هنا واحدة.
هسه خلينا نجي على الوحدات، نيوتن، نيوتن على المتر المربع زين، يعني هذا البي نقسمها على كيلوغرام على متر مكعب مضروبة في متر مثلا على سبيل المثال على الثانية تربيع. زين هاي النيوتن من تيجي تفصخها يمين جاية، جاية من كيلوغرام في متر على الثانية تربيع، لأنه كتلة في تعجيل. فهسه ايش راح يصير عندك؟ راح هذا كل المقدار راح يختصر ويا من؟ ويا هذا، هذا الكيلوغرام ويا هذا الكيلوغرام. ايش بقى عندي؟ بقى عندي مقام المقام المتر تكعيب راح يصعد بسط، وهذا المتر تربيع هنا حيصير مقام، هو اصلا مقام، مقام البسط. فمتر تكعيب على متر تربيع راح يبقى لي متر، يعني حصير كانما شحنة الضغط بدلالة الارتفاع، هذا المقصود. فهنا الدلتا في من اعطيتكم اياها مجرد انه تقسمها على الروجي راح يطلع عندك شنو؟ راح يطلع عندك الاتش اللي هو الارتفاع. وهنا شوف لو تلاحظ هاي المعادلة شنو فرقها، هنا المعادلة الثانية ما بيها رو، ليش؟ انه قسمنا على رو، ولكن شنو؟ لكن بيها جي اللي هو التعجيل، هنا مو قسمنا، هاي تخيلها قسمنا على رو جي، فالرو راحت ويا الرو والجي هي بقت، فطلعت لنا هاي المعادلة بدلالة الارتفاع. ففواقد الضغط اما تعبر عنها بفقد يعني فواقد الاحتكاك، اما تعبر عنها بفواقد ضغط واما تعبر عنها بشكل ارتفاع. هذا قانونها بهالشكل هذا اللي تشوفوا امامكم، بعد ما اقسم على رو جي راح يصير القانون بهالشكل بدلالة الارتفاع. وهاي اذا المعطيات كلها موجودة امامكم. بقى عندنا نقطة اللمدة، بعض الكتب يستخدمون اف وبعضها تستخدم لمدة، طبعا تختلف المعادلة أو الربط ما بين الأف واللمدة، هي كالآتي: اللمدة تساوي 4F، هاي نقطة على السطر، يعني من تريد تحسب الأف اللي هو معامل الاحتكاك طبعا، معادلة راح تصير 16 على RE. من تريد تحسب اللمدة هو هم معامل الاحتكاك لكن مضروب في 4، إيش راح يصير؟ هاي بعد ما راح تبقى 16 راح تصير شنو؟ 64، لانه هذا كان منضرب في 4، هسه هذا اللمدة انضرب في 4 فصار 64. هاي في حاله الجريان الطبقي لامينار. في حاله التربلنت نفس الشيء، الاف هو شنو قانونه؟ راح تلقاه في بعض الكتب 79 بالالف، لكن اذا تستخدم لمدة ايش راح يصير عندي؟ راح هذا الرقم 79 بالالف هسه اذا ضربه في 4 راح يطلع هذا الرقم، فلا تدوخ بها. يعني انت اذا عندك اف راح تحسبها بهالشكل هذا 16، يعني اكو معادلتين، اما 16 على رينولد نمبر واما 64 على رينولد نمبر، هاي بالنسبه للطبقي. بالنسبه للاضطرابي اما 79 بالالف على رينولد نمبر اس 25% واما 316 بالالف على 25%. فنفس الشيء، لكن هنا خلي بالك هذا، هاي اهم شيء، هاي خليها في بالك، اللمدة تساوي 4F. بعد هذا البيان ايش راح يصير عندنا؟ راح نجي نشوف المعادله مالتي هاي ال HF، مو قلنا الدلتا بي بعد ما قسمناها على الروجي نشأت لنا شنو؟ نشأت لنا هاي المعادله. زين بعض الاحيان ما يعطيك السرعه، هاي السرعه اللي لازم نربعها حتى نطلع الناتج ما يعطيك اياها، ايش يعطيك؟ يعطيك الكيو، يعطيك الكيو. زين هنا اقدر استخرج السرعة من الكيو، القانون مال الكيو شي يقول؟ الكيو شي يساوي؟ كلش ممتاز، اي في في. زين اذا انا اريد الفي، فش راح يصير الفي شي يساوي؟ كيو على اي، كلش ممتاز، كيو على اي. اربعها، الكيو راح يصير تربيع والاي راح يصير تربيع، مو صحيح؟ هذا ينشال بعد منه. زين الاي هسه اذا اجي افسخها باي دي تربيع على 4، يعني هسه هنا هاي المعادله منين جتي؟ دي اس 5 والباي اس تربيع، مدري شنو، شلون جتي هاي؟ هاي جتي ببساطه شديده، مرات من يعطيك الكيو فانت تقدر تسوي شغلتين، اما تطلع الفي بدلاله الكيو والاي وتعوضها بهاي المعادله، واما تستخدم راسا الكيو، ما يحتاج بعد بهالمعادلة. شلون صارت هاي المعادلة؟
الا 16 لمده ما ادري شنو. هاي شلون صارت؟ هاي كالاتي، هي هذا القانون الرئيسي ال HF يساوي لمده في L V تربيع اللي انا اريد هسه استخرجها على 2DG. زين، هنا اذا اجي هسه افسخها اقول وي يساوي اللمده L، هنا راح اقول Q تربيع على شنو؟ على 2DGA تربيع. ومن عدها نفس هاي تنعاد لمده ال كيو تربيع على 2 دي جي الاي. شنو الاي؟ هي باي دي تربيع على 4، مو صحيح؟ الكل تربيع. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الأربعة راح تصعد وين؟ راح تصعد هنا فوق مقام المقام، فامسحها هنا من جوا. هذا القوس أبقي نفسه. زين، ايش بقى عندي؟ بقى عندي دي تربيع، بعدين هم تربيع عند الرفع تضرب الأسس، دي تربيع في تربيع يعني صار دي أس 4، وهنا عندي دي صارت دي أس 5. زين، الباي أيضا مربعة صارت باي تربيع، والجي نفسه يبقى، والاثنين تبقى نفسها. زين، سؤال هسه واحد يقول لي هاي 16 منين جتي؟ هاي 16 منين جتي؟ منو يقدر يقول لي؟ ها، هنا شو اقول؟ اقول اني هاي الاربعة ما يصير اصعدها رأسا، ليش؟ لانه انا ايش قلت؟ باي دي تربيع على 4 الكل تربيع، يعني هاي الاربعة هم انا مشمولة بالتربيع، لازم اربعها يلا اصعدها فوق، فصارت 16. صار واضح طلاب؟ فهي بيها يعني تقدر تستخدم هذا القانون، تقدر تستخدم هذا القانون. بقى عندنا شنو؟ بقى عندنا فشيء اسمه رينولد نمبر. رينولد نمبر ببساطة شديدة هذا رقم راح نحتاج احنا بحساباتنا، ليش؟ لانه ايش قلنا احنا اذا تتذكرون؟ قلنا الاف، يعني بالسلايد السابق ايش قلنا؟ قلنا الاف نقدر نحسبه انه 16 على رينولد نمبر، او يعني اما 16 هذا الاف، اما 16 على رينولد نمبر، واما 0.079 على رينولد نمبر اس 0.25. هذا شنو بالنسبة للاف؟ اذا لمدة ايش قلنا؟ قلنا تساوي 64. اتصور اني بالمحاضرة السابقة قلت لكم 75، يعني اشتبهت، ما هو الصحيح 64. 64 على رينولد نمبر حال جريان طبقي، او 318 بالالف على رينولد نمبر الصفر بوينت 25. إذن رينولد نمبر بي شغلتين، لازم أحدد هل الجريان طبقي أو الجريان اضطرابي، هذا رقم واحد. بعد ما حددت راح يدخل هو رينولد نمبر وين؟ بالمعادلة. لاحظوا، راح يدخل عندي رينولد نمبر بالمعادلة. فإذا من الضروري أنه شنو أحسب؟ أحسب رينولد نمبر حتى أعرف أنا شنو راح أستخدم، يا معادلة أم 16 لو أم 0.79، لو حستخدم 64 لو 318. تلاحظ شلون؟ فهنا رينولد نمبر شنو القانون مالته، او شنو شلون احسبه؟ ببساطه شديده انه رينولد نمبر يساوي الكثافه الكتليه اللي هي الرو، هاي الكثافه الكتليه رو، مضروبه في السرعه بدون تربيع بس سرعه، مضروبه في قطر الانبوب، مضروبه في قطر الانبوب، مقسومه على شنو؟ اللزوجه، يا لزوجه اللزوجة الديناميكية. طبعا هنا إذا تتذكرون اللزوجة الديناميكية إذا أقسمها على الكثافة تعطيني اللزوجة الكينماتية. فهنا صارت عندي كأنما صارت عندي اللزوجة، يعني هذا حاصل قسمة الميو، يعني هسه هذا الميو على رو يساوي شنو؟ اللزوجة الكينماتية. زين، اذا رو على ميو شو يساوي؟ يساوي مقلوب اللزوجة الكينماتية، هذا مقلوب اللزوجة الكينماتية، واحد عليه صارت بالمقام. فبقانونين اما تستخدم هذا واما هذا، حسب شنو؟ حسب المنطقية بالسؤال، انطاك لزوجة كينماتية انت مستخدم هذا القانون، هاي لزوجة كينماتية، انطاك لزوجة ديناميكية فهي هذا هنا
تستخدم هذا القانون، لكن شنو وياه تخلي الكثافة. قول حسبت رينولد نمبر، هسه اجي رينولد نمبر شي يدلل لي؟ طبعا رقم خالي من الوحدات هو راح يكون. هسه انت هاي لو تصفيها ذني الوحدات مالتها راح تطلع كلها خالية من الوحدات. فهنا ايش راح يصير عندي؟ رينولد نمبر رقم خالي من الوحدات، بس شنو بي دلالة. الدلالة مالته شو تقول؟ تقول يابا اذا، طبعا هي ارقام مختلفة بالمصادر لكن قريبة من بعضها البعض، يقولون اذا رينولد نمبر اقل من 2100 العفو، هذا يسموه جريان لامينار او شنو طبقي. يعني شو استخدم له الجريان الطبقي؟ لو استخدم له 64 على ار اي اذا كان لمدا، واما استخدم له 16 على ار اي اذا كان اف. زين، اذا يقول لي اذا الرينولد نمبر مالتك حسبته وطلع عندك اكبر من 4000، هذا معناته جريان اضطرابي. يعني شنو تيربلنت؟ جريان اضطرابي. فش استخدم لي لو خلي هنا اكتبها، شو استخدم لي؟ استخدم لي لو 0.079 على ار اي، هذا شنو اذا دا احسب لي الاف؟ هذا هنا دا احسب الاف، هذا دا احسب اللمدة هنا. واما اذا لمدة فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 318 بالالف على رينولد، طبعا هنا اس 0.25، هاي اس 0.25. زين، هسه واحد يسألني زين يقول لي وهاي اللي طلع لي مثلا 3000، لا هو 2100 يعني اكبر من 2100 واصغر من 4000، هذا شو اسوي له؟ يعني هذا يظل هيك مال حساب؟ اقول له هذا يسموه الجريان الحرج، يعني ما بين الجريان الطبقي والجريان الاضطرابي، اللي هو شنو؟ يكون الرينولد نمبر اصغر من 4000 لكن اكبر من شنو؟ من 2100، يسموه جريان حرج او كريتيكال. فمن يعطيك بالسؤال، هسه ناخذ طبعا امثله حتى تتوضح الامور، هاي كلها حكي نظري. هسه من نجي نطبق بالامثله، هسه هذا مثال جدا بسيط، يقول ما يجري بمعدل 1 لتر بالثاني. هذا شنو هو 1 لتر بالثاني؟ هذا تصريف، مو صحيح؟ كيو يجري وين؟ في أنبوب فولاذي قطره 40 مليمتر. إذن شو الطاك؟ الطاك الدي القطر، ولزوجتها، طبعا لزوجته المفروض هو مي، ولزوجته إشقد اللي هي الميو، لزوجة ديناميكية. من يقول لك لزوجة وخلاص يعني ديناميكية؟ من هو يريد كينماتية اللي هي هاي اللي تصير؟ هو يقول لك كينماتية، لكن إذا أطلق هالعبارة يقول لك لزوجة وها هي ديناميكية يعني ميو. زين، اللزوجة الديناميكية شنو وحداتها؟ باسكال ثانية. هاي طاقة واحد بالألف باسكال ثانية، انطاني الكيو، انطاني الدي، انطاني الميو. خلي نشوف شو يريد. يقول ما فواقد الاحتكاك، الاحتكاك مكتوبة خطأ، لكل متر من طول الأنبوب. يعني شنو لكل متر من طول الأنبوب؟ يعني انطاني الال، ده يقول لي احسب لي ال ال اعتبره متر، مو صحيح؟ فلكل متر يعني انطاني ال ال. بعدين شو يقول؟ يقول وما هي الفواقد اذا كان طول الانبوب 10 متر. فاول شيء شو اسوي؟ استخرج الفواقد لكل متر، اعتبر ال ال 1 متر، وبعدين اضربها في 10. زين، خلينا نجي نشوف المعادله مالتي شلون راح تصير. احنا ايش قلنا؟ قلنا عندنا معادلتين، اما ال اتش اف تساوي 16 لمدة، العفو مو 16 لمدة، تساوي قلنا لمدة L V تربيع على شنو كانت هي والله، على 2 D G، مو صحيح؟ وإما إذا استخدم التصريف فراح تكون بهالطريقة هاي، وقلنا شلون صارت هاي المعادلة. زين، احنا هسه مو بصدد يعني انا شرحت لكم شلون صارت، لكن خلينا نجي نستخدمها بشكل مباشر. انت هنا اما تستخدم الاتش اف، تستخدم الكيو مباشره هنا، وهذا الدي اس 5 والباي اس 2 مثل ما سويناها قبل شويه، واما لا تستخدم المعادله الاصليه اللي هي اتش اف تساوي لمدا ال في تربيع على 2
دي جي. طبعا ايش تحتاج هنا اذا تستخدم هاي المعادله؟ بس تحتاج انه تطلع الفي ايش قد من خلال كيو على اي وتربعها. هاي هذا المطلوب منك زين. انا هسه عجبني احل بهذا القانون الثاني اللي هو ما اريد احول الفي اطلعها كيو على اي وما ادري شنو، اريد راسا استخدم القانون مال كيو اخلص زين. طبعا نفس الناتج يطلع. فايش راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي كالاتي 16 لمدا ال كيو تربيع. خلينا نشوف شنو الموجود وشنو ما موجود. 16 هاي ثابت، طبعا نقدر نقسم 16 على 2 يطلع 8 مو في المشكله يعني. اللمدا هنا موجوده عندي، اللمدا موجوده عندي، شو تقولون طلاب وياي؟ زين اللمدا موجوده عندي هسه، ما عندي اللمدا زين، خلينا نعوفها بعدين. ال طول الانبوب موجود، هو قايل لي لكل متر اذا واحد، هذا واحد زين. الكيو كاتب لي لتر، واحد لتر بالثانيه، طبعا بعد ما حوله الى متر مكعب حتى تتجانس المعادله الوحدات. اذا مطيني الكيو. الباي خوب ثابت. الدي مطيني اياه ولا ما مطيني اياه القطر؟ مطيني اياه 40، مطيني اياه بالملم بالضبط، مطيني اياه بالملم، بس احوله الى متر حتى تتجانس الوحدات، اقسمه على الف زين. بعدين الجي تعديل ارضي، اذا كل المعطيات متوفره عندي ما عدا شنو؟ ما عدا اللمدة. اللمدة على شنو تعتمد؟ منو يقول لي؟ اللمدة على شنو تعتمد؟ هنا راح يجي يدخل منو؟ راح يدخل بالحساب رينولد نمبر. ليش يدخل بالحساب رينولد نمبر؟ رينولد نمبر راح يحدد لي، يقول لي تستخدم اللمدة فد لحظة، تستخدم اللمدة 64 على ار اي. لو تستخدم اللمدا 0.318 على ار اي و 0.25، هذا اذا طباقي تستخدم هاي المعادله، واذا اضطرابي تستخدم هاي المعادله. فش احتاج قبل كل شيء؟ لازم اطلع رينولد نمبر. رينولد نمبر شو احتاج رينولد نمبر؟ الرو الكثافه، هو ايش يقول لي؟ ماء، الماء كثافته معلومه طبعا، اذا اعطاك سائل اخر غير الماء اكيد يعطيك كثافته، بس هو ليش ما يعطيك كثافه الماء؟ باعتبار كثافه الماء من المسلمات يعني وفيزيائيا يعني معروفه، اللي هي 1000 كيلوغرام على المتر المكعب، فما يكتبها عاده، بس انت تكون تعرف انه هي 1000. هذا الرو. الفي مطيني اياها ولا ما مطيني اياها؟ ما مطيني اياها، فلازم شو اسوي؟ لازم استخرجها، مجبور لازم استخرجها. هذا القانون مالتها كيو على اي، الكيو واحد في 10 أس سالب 3، مجرد حولت اللتر إلى متر مكعب قسمته على ألف، هذا هنا قسمته على ألف زين. الأي ما موجودة لكن عندي قطر، فش أقول؟ أقول باي دي تربيع على 4، هاي الباي وهاي الدي 40 ملي متر في 10 أس سالب 3. انتبه هنا الكل تربيع، يعني ال 40 تتربع وال 10 أس سالب 3 أيضا تتربع تصير 10 أس سالب 6، وبعدين اقسم على 4، يعني صار عندي هاي المساحه، طلع لي، قول طلعت لي السرعه، طلعت لي السرعه زين. من طلعت لي السرعه انا شو اسوي؟ وين احتاجها؟ اجي اعوضها برينولد نمبر. عوضتها برينولد نمبر، والقطر هذا القطر موجود، هي 40 نفسه، هذا 40 في 10 سالب 3 هذا نفسه، على الميو. الميو باسكال ثانية وحداتها مضبوطة، لأنه الباسكال نيوتن على المتر المربع، والثانية إذا ما عندي مشكلة فتنزل نفسها الميو. بعد ما أطبق يعني الفي أستخدمها 796 بالألف، راح يطلع عندي الناتج مال رينولد نمبر 31840. هذا ال 31840 شنو وحداته؟ بالضبط يونت لس يسموه، يعني خالي من الوحدات، خالي من الوحدات زين. هسه نجي نشوف هاي ال 31000، انا عندي كم رقم؟ عندي 2100 وعندي 4000 زين. هذا ال 31000 اصغر من 2100 لو اكبر من ال 4000؟
أكبر من 4000. إذن معناته شنو الجريان مالتي، اضطرابي لو طباقي؟ بعد معلومة هنا، الجريان مالتي صار اضطرابي لأنه أكبر من 4000 يصير اضطرابي. مو صحيح؟ اضطرابي. زين، إذن هسه من حددت اضطرابي، ايش راح انتقل للخطوة الثانية؟ اجي ايش احسب؟ احسب اللمده، لأنه انا ايش متوقف على شنو؟ متوقف على اللمده. فهنا اللمده شلون احسبها هسه؟ بال 64 على ار اي، لو بال 318 بال 1000 على ار اي اس 25%. ياهم من عندهم. شو تقولون انتم؟ كلش ممتاز، لانه هاي المعادله مال اضطرابي وهاي مال ايش؟ مال طباقي. اذا تريد تحسب الاف، هنا راح يصير 16 على ار اي، ما تشمل هاي المساله لانه هاي طباقي. او شو تصير؟ تصير 0.7079 على ار اي اس 25. لكن شنو هنا بالمعادله؟ بعد ما تبقى هاي اللمده، اذا استخدمت اف لازم تضربها في 4، يعني هاي اللمده هي اصلها 4 اف، فاذا تستخدم اف تضرب في 4، يعني ها 16 تصير 64. زين، بعد ذلك من عرفت اللمده عوضتها هنا، شوف 16 هاي 16 هاي نفس هاي 16، ال 24 اللي هي شنو هي اللمده، هاي اللمده صارت 24 عندي. الواحد هو طول الانبوب، ده يقول لي لكل متر من طول الانبوب هذا ال، لكيو تربيع هذا واحد لتر على الثانية، بس مجرد قسمته على ألف وربعته حتى يطلع لي بالمتر المكعب. وأيضا هنا عندي اثنين، هاي اثنين باي تربيع باي تربيع، الدي مطينية القطر بالمليمتر، ضربته في 10 أس سالب 3 حتى حول متر، بس شنو الكل أس 5 حسب هاي المعادلة، مضروبة في التعجيل الأرضي. هسه يجي طالب شو يقول لي؟ يقول لي أنا ما أريد أدوخ نفسي بهالحسابات، أنا أريد أستخدم معادلة الأم اللي هي شنو هي؟ اللي هي ما بها تصريف. انا بما انه هنا اضطريت استخرج السرعه، وهنا مو اضطرينا استخرج السرعه الفي، فيقول على وش انا اذا استخدم هاي المعادله دي اس 5 وما ادري شنو، اجي استخدم معادلتي اللي هي شو تقول؟ تقول اتش اف تساوي اللمدة في ال ال في تربيع على 2 دي جي. يصير؟ نعم يصير، ها هي بدون ما كيو تربيع ما ادري شنو، هي الفي نفسها، هاي الفي استخدمها هنا، ما عندك اي مشكله والناتج يطلع نفسه. زين، نجي نشوف مثال اخر. هذا المثال حاله بالطريقه اللي هسه حكيناها، خلينا نشوف شلون الحين حال هذا المثال. يقول ماء بدرجه حراره 80 درجه سيليزيه مئويه، يعني يجري بمعدل 3 لتر بالثانية. إذا شو انطاني؟ انطاني التصريف خلال أنبوب فولاذي قطره هالقد، يعني انطاني الدي، وطوله 40 متر، انطاني الال. ها العفو، السؤال السابق أنا آسف طفرته، السؤال السابق بعد بيتكمله، يعني مو استخدم لكل متر، نضربه في 10 فيصير لكل 10 أمتار، مو هو أول شيء هذا لكل متر بعدين 10 امتار، فاين نسيت يعني عبارة السلايد بعد ما اقدر ارجع له. فبس التكملة مالته انه الناتج قد طلع عندك تضربه في 10، هذا بالنسبة للسؤال السابق. زين، بعدين شو يقول؟ يقول ما فواقد الاحتكاك؟ إذا علمت أن كثافة الماء، فواقد الاحتكاك شو يقصد؟ يقصد بها الـ HF. الـ HF. إذا علمت أن كثافة الماء عند ها هنا الماي صح كثافته 1000 كيلوغرام على المتر المكعب، لكن عند يا درجة؟ منو يقدر يقول لي؟ هاي الكثافة مال المي عند يا درجة؟ يا درجة حرارة؟ عند درجة حرارة 4 سيليزية. فهو المي من يسخنه إلى درجة حرارة 80 درجة سيليزية، ايش تتوقعون كثافته راح تزيد لو تقل؟ من السخن أي جسم حجمه يتمدد لو يتقلص؟ يتمدد. بالضبط يتمدد، بالضبط ليش؟ الحجم هو بالمقام، فكل ما يزيد الحجم الكثافة راح تقل. فبالفعل هو هنا صار 971 بوينت كسر، يعني أقل من 1000. ليش؟ أنه 80. فشوف هنا طانياها الكثافة مالته، هاي الكثافة الماء،
عند 80 درجة سيليزي، ولزوجة الماء عند نفس الدرجة. طبعا اللزوجة أيضا تتأثر بالحرارة، يعني لزوجة الماء أو لزوجة أي سائل من يعطيك إياها عد 4 سيليزية، مو نفسها عد 20، مو نفسها عد 50، تفرق. فهنا عند 80 لزوجة الماء شو تساوي؟ يساوي لهذا المقدار، انطاني الميو، وهنا انطاني الرو. بعد شو احتاج؟ خلينا نشوف السؤال اذا نقدر نحله. الان هو شيء يريد فواقد الاحتكاك، شنو هو قانون فواقد الاحتكاك؟ هذا القانون، واذا قلنا ذاك ابو الكيو، احنا راح نشتغل بهذا القانون ابو الفي مو ابو الكيو. فش يقول قانون ابو الفي؟ يقول لمدا ال في تربيع على 2 دي جي، 2 دي دي قطر والجي تعجيل، واللمدا هو معامل الاحتكاك لكن 4 اف يعني، والال هو طول الانبوب، والفي تربيع هي مربع السرعه. الان شنو اللي احتاجه؟ خلينا نجي نشوف الال معلومه عندنا. نعم معلومه. ايش قد منطيني اياها الال؟ منطيني اياها 40 متر، هي هاي 40 متر. زين، الفي تربيع معلومه؟ ما معلومه الفي تربيع، لكن ما معلومه تصريحا لكن ضمنا معلومه. ليش؟ لان هو منطيني تصريف ومنطيني قطر، فاقدر من القطر اطلع شنو؟ مساحه. وعندي تصريف طلعت عندي السرعة. إذن السرعة أيضا نقدر نخليها صح بعد شوية شغل يعني. التو ثابت، الدي هو قطر أيضا موجود، هيات هذا قطر، والجي هو التعجيل الأرضي موجود. نجي الآن قبل ما نحسب السرعة، اللمدة عندي ما موجودة. فاللمدة شنو قانونها؟ اللمدة قبل ما أدخل بقانونها بها قانونين قلناها، إما هذا 316 وأما 64. زين، هنا ما أقدر أني أقرر إلا أشوف رينولد نمبر. زين، أروح أسأل منه، أسأل رينولد نمبر، أقول له يابا أنت شقد قيمتك بالنسبة لهاي المعطيات؟ راح أجي أحسبه، أدخل كثافة، هاي الكثافة الرو 971.64 وحدات هي كيلوغرام متر مكعب، ما عندنا مشكلة. مضروبة في الفي، السرعة مو موجودة، فراح أضطر شو أسوي؟ استخرج السرعة، استخرجت السرعة عوضتها. زين، وعندي الفي مطين اياها لو لا؟ العفو مو الفي، اسف، القطر، القطر 52.5 في 10 سالب 3، ليش قسمت على الف؟ هذا راح البسط كملته. نعم اي تحويل مال ملم، كانما قسمت على الف حتى حول متر. زين، الميو الكثافه، العفو اللزوجه، اللزوجه هو مطينيها باسكال ثانيه، هي يعني وحداتها مضبوطه ما عندي مشكله بيها، انزلها نفسها 3.58 في 10 سالب 4، راح يطلع عندي رقم رينولد، هذا الرقم 198,345. هذا شنو الجريان؟ شو يعتبر هذا الجريان؟ كلش هواية أكبر من 4000، فجريان اضطرابي. زين، جريان اضطرابي معادلته يا هاي المعادلة مالته، إذا مو أم الـ 64 على ار اي، وإنما 316 على ار اي. أنا قلت لكم 16 لو 18 بوقتها، 16 ترى هو الصحيح. على ار اي الصفر 0.25، فطلع عندي هذا الرقم، هذا رينولد نمبر، وهذا اس ربع، وهذا الرقم راح يطلع لي رينولد نمبر، العفو اللمدة، هذا اللمدة 0.015 يعني 15 بالالف. هاي اللمدة شنو وحداتها؟ شنو وحداتها اللمدة؟ ها طلاب لا تخافون، احجوا حتى لو غلط، من الغلط نتعلم الصح. هاي شنو نمتوا من وقت اليوم دكتور؟ ما بيها وحدات؟ ما بيها. ليش ما بيها وحدات؟ ليش؟ ايه احسنت 316 هاي ثابت،
رينولد نمبر هو رقم خالي من الوحدات، فمين تجي الوحدات بعد؟ ما بي وحدات. والاف ايضا نفس الشيء، الاف ايضا خالي من الوحدات، لكن شنو يعني هسه؟ فالسؤال لكم، هاي الليمدا هذا رقمها، اذا اريد احسب الاف شلون راح احسبها؟ الاف ايش قد راح تطلع برايكم؟ اقدر احسبها لو لا؟ ها احنا ايش قلنا؟ قلنا الليمدا شو تساوي؟ تساوي 4 اف. زين الاف شو تساوي؟ تساوي الليمدا على 4 وتساوي 0.015 على 4. هاي الاف، يعني اذا يعني طلبت من عندكم، لكن هي ما مو ضروريه يعني، بس من باب العلم بالشيء يعني. هسه وين وصلنا احنا؟ استخرجنا الليمدا. ها نجي نعوض، وين نجي نعوض؟ هاي معادلتنا الاخيره اللي حتى اطلع ال HF، هو يريد ال HF ما فواقد الاحتكاك. فنجي هنا المعادلة الأخيرة بعد ما طلعنا المجاهيل اللي نحتاجها، الليمدا 0. يعني 15 بالألف، هاي 15 بالألف، 40 هذا الال، هي طولها 40، طولها 40 متر مو صحيح، وال 1.4 تربيع هي السرعة، هذا مربع السرعة 1.4 تربيع على 2 في الدي هو 52.5 في 10 أس سالب 3 تحويل للمتر، هذا واضح في التعجيل. بعد ما تصفي المعادلة راح يطلع لك 1.14 متر. فالفواقد هنا ظهرت عندي شنو؟ بدلالة الارتفاع الـ H، يعني مقدار 1 متر و14 سنتيمتر تقريبا. صار واضح طلاب؟ فانت فيك مسائل، اول شيء راح تحتاج الليمدا، الليمدا شلون تستخرجها؟ لازم تروح على رينولد نمبر، رينولد نمبر الدق باب تقول له يابا انت ايش قد قيمتك؟ حيقول لك انا قيمتي كذا، تقارنها ويا ال 2100 ويا ال 4000. ان اقل من 2100 تستخدم له المعادله اللي تقول ليمدا، اللي تقول ليمدا تساوي 64 على ار اي. هذا شنو اذا اقل من 2100؟ إذا أكثر من 2100 تستخدم لهذه المعادلة، خلص وتطبق وتطلع النتيجة. زين طبعا هنا أكو تمرين، والله بعد شسة وبعد الموت نفسنا إحنا هذا اللي نقدر له. والله بصراحة ما مر علي يعني، ما هي لازم لها حل، بس يعني أنا ما مطلع عليها، ما أعرف يعني جوابها شنو، يعني ليش اكذب عليك؟ بس هي يعني اذا واحد يتعمق بها لازم لها حل، يعني ما في شيء ما له حساب او ما له حل. جزء الى يعني هاي المعادله. تفضل. نعم اي ثابته اذا اني ثوابت، يعني ما بيها لا مو الكثافة، هاي على رينولد نمبر، رينولد نمبر نحسبه، طلع أكثر من طلع أقل من 2100 أنا مستخدم هاي المعادلة، طلع أكثر من 4000 مستخدم هاي المعادلة. صار واضح؟ فأنا أحسب رينولد نمبر. أي زين هسه هذا في التمرين همينة شو يقول؟ طبعا هو المفروض أنت تحلوه بس يلا مو مشكلة. يقول احسب هبوط الضغط، هبوط الضغط في أنبوب طوله 10 متر. إذا انطاني طول الأنبوب اللي هو L وقطره 3.81 سنتيمتر، انطاني القطر لكن بالسنتيمتر، نحوله مو فد مشكلة. إذا كان معدل الجريان، طبعا معدل الجريان هو مرات يكتب لك تصريف أو معدل السريان، كلها نفس المعنى. زين 20 لتر بالدقيقة أيضا نحوله، هذا شو نحوله؟ نحوله متر مكعب اللتر، والدقيقة شو نحولها؟ نحولها ثانية. زين وكثافة السائل طاني اياها، شوف هنا ما قال لي ما طاني سائل. زين السائل شنو؟ ما قال لي بس نعطيني كثافته 1030 كيلوغرام على المتر مكعب، هذا كثافته اكبر من كثافة الماء. ولزوجته من هو السائل 0.05 باسكال ثاني، هنا ايضا معطيني اللزوجة، معطيني الكثافة
ومنطيني بقية التفاصيل. شي يريد من عندي هبوط الضغط، يعني شنو يعني ال HF؟ هاي معادلتي موجودة. شوف هنا أني هنا كاتب لك معادلتين، هاي معادلة وعندك هاي أيضا معادلة. كل شيء ما سوينا، كل شيء ما سوينا، بس هنا اللمدة إذا تستخدم اللمدة فهاي المعادلة، إذا تستخدم ال F إحنا إيش قلنا اللمدة هي 4F، فهاي اللمدة وال 4F هذني مساويات. تريد تستخدم اللمدة وحدها، تريد تستخدم F لازم تضربها في 4. زين مو هذا كلامنا، خلينا نجي نطبق. نطبق اول شيء شنو نروح؟ نروح نسال رينولد نمبر، نقول له يابا انت ايش قد قيمتك؟ فشلون نحسبها؟ نحسبها الرو، هياتها الرو 1030 الكثافه، وينها؟ هاي 1030 ما بيها تحويل، هي وحداتها ممتازه. الفي السرعه موجوده ما موجوده، لكن عندي تصريف وعندي قطر. شوفوا نفس يعني نفس الافكار، هي نفس الاثنين. زين اطلع تصريف على مساحة، طلع لي شنو هنا؟ طبعا ما كاتب الناتج، يمكن ناس يكتبه. طلع لي فد رقم هنا، خلينا نقول فد رقم راح يطلع هنا. هذا الرقم اللي يطلع هنا وين عوضه؟ عوضه هنا بالفي. زين بعد شنو عندي؟ الدي، هذا الدي قطره كذا 3.18 سنتيمتر، قسمته على 100 10 أس سالب 2 صار متر. الميو 5 × 10^2، هاي هنا هسه واحد يقول لي ليش التيسي تفيك علينا؟ اقول له لا، انا اقدر اكتبها 5%، بس هنا ما طول عندي اس سالب 2، فهاي هم اقدر ارتبها اس سالب 2 حتى بالحساب اختصرها اخلص من عندها. تشوف شلون؟ فهم مباب التبسيط، ولا انت شلون ما تكتبها والناتج يطلع صحيح، ما عندنا مشكله، بس بالحسابات تصير اسهل يعني. زين بعد ذلك طبعا هنا ما نطلع ارقام يعني، بس مجرد طريقه حل. يعني ناس يطلع الارقام، فانتم شوفوا حسبوها شوف ايش قد تطلع النتيجه. هسه لهنا واضحه، نفس شوف نفس الفكره، نفس ماشي. هذا طبعا معطيكم تمرين يعني معطيك الجواب الصحيح، فانت هاي لك انت على كيفك طبقه، والمفروض يطلع عندك هذا الجواب الصحيح. نجي على اخر شيء، يعني صراحه ما لحقت يعني او يعني ما وجدت فد امثله يعني اعطيكم عليها امثله رقميه، بس هي حطيكم الفكره مالتها وفكرتها جدا بسيطه. هذا الحكي اللي حكيناه قبل شويه كله هو عباره عن خسائر نتيجه الاحتكاك. الخسائر يسموها الميجر، ميجر لوسز اللي الخسائر الكبيره، الخسائر الطفيفه اللي هي ماينر لوسز اللي هي تحدث نتيجة تغير في الأنابيب، مثل اتجاه يتغير مثل كما هو الحال من تستخدم عكس 90 درجة، 45 درجة، تغير اتجاه، أي تغير بالاتجاه، بالقطر، صمام موجود، هذا راح يسبب لي أيضا هبوط بالضغط، لكن شنو كميته؟ أقل من شنو؟ من هبوط الضغط اللي حسبناه نتيجة الاحتكاك. شلون حسبه؟ معادلته جدا بسيطة، لا تحتاج رينولد نمبر ولا هم يحزنون. عندك هذا ذاك رمزنا لل HF، مو نتيجة ال F يعني فريكشن احتكاك، هاي ال HS عفوا ال HS اللي هي يعني ما أعرف هسه هاي ال S يمكن يسموها شيب أو هيك شيء، نتيجة الأجزاء المشكلة أو الأجزاء الربط يسموها. القانون ما تشي يقول، يقول ال HS يساوي K في V تربيع على 2G. إذا تتذكرون معادلة برنولي اللي هي شو تقول؟ تقول P على رو G زائدا V تربيع على 2G زائدا H. طبعا هي هاي مو كاملة، لازم أكملها طرفين، ويساوي نفس هاي عيتها، بس هذا يصير 1 1 مثلا 1، هيك تصير 2 2 2 وهكذا. بالنتيجة هنا شنو وين تجي؟ تجي على شحنة السرعة V تربيع على 2G، هاي V تربيع على 2G، تضربها في معامل اسمه K. هذا المعامل شلون استخرجه؟ كل شيء ما تسوي، اكو جداول، بس مجرد انت تستخرجه من هذه الجداول. شلون؟ ها هنا يقول لك يابا اذا انت عندك دخول للخزان، العفو خروج من الخزان، يعني عندك خزان، هذا خزان وبي فتحة صغيرة منه، هذا تغير بالقطر لو مو تغير بالقطر؟ تغير بالقطر، مو صحيح؟ إذا يعني حيسبب لي فواقد؟ لو ما راح يسبب لي فواقد، راح يسبب لي فواقد. فإذا اكزت
تانك اكزيت الكي 0.5. اذا تانك انتري يعني دخول للخزان يعني تضربه في واحد، هذا الكي يعتبر واحد. يعني شنو واحد؟ يعني ما راح تتاثر، ماكو خسائر. اذا سموث بيند يعني شنو؟ يعني بيند يعني انحناء، اذا انحناء بسيطه ف 0.3. اذا البو، البو يعني كوع او يسموه عكس 90 درجه تضرب، يعني هاي كلها ثوابت. فانت شنو اللي عندك موجود؟ يجوز انت عندك مثلا خلينا نقول 3 عكوسه 90 درجه، عندك مثلا 4 عكوسه 45 درجه، عندك مثلا 2 تي، هذا تقسيم هيك يصير في الشكل، هذا يسموه تي زين 2 وهكذا. فانت تحسب مثلا فرضا تجي تحسب الالبو ايش قد الكي مالت 0.9، فايش تقول؟ تقول يابا الاتش اس مالت من مال الالبو هو يساوي 0.9 مضروب في في تربيع سرعة تربيع على 2 جي، لكن انا ايش كم عكس عندي؟ 3 اضربها ب3 زين. عندي 4 عكوسة 45، فايش اقول؟ اقول 4 عكوسة مضروبة الكي مال عكس شنو هي؟ 0.4، هذا 0.4 مضروبة في الفي تربيع على 2 جي. عندي شنو مثلا؟ تي ستاندر تي يعني هذا التقسيم، فاقول ايش كان عندي؟ 2 تقسيمين اضربها في 1.8 الكي مالتها في في تربيع على 2 جي. هسه واحد يقول لي، يقول لي زين انا خب اطلع عامل مشترك، اقول له ممكن الفي تربيع على 2 جي هي عامل مشترك، فتقول في تربيع على 2 جي مضروبة في 3 في 0.9. هاي 0.9 الكي والثلاثة هي عدد العكوسة الموجودة عندي، زائد طبعا هنا ما أسد القوس، أقول زائدا 4، هنا جوا راح أكتبها 4 في 0.4 زائدا 2 في 1 بوينت شنو هاي؟ 2 في 1 هسه صارت ثاني خوب. ليش يجي مأذي روحي؟ خوب هنا أجي أمسح هاي وصحيح، يعني شنو هالشدة هاي؟ شنو هالوزن؟ شو أقول؟ شو هنا تخربطت هاي؟ هاي هنا خلينا نقول 3، هاي 4، وهاي 2. فش راح أقول؟ أقول الفي تربيع هذا المقدار هو راح يتكرر عندي، فأطلع عامل مشترك في تربيع على 2 جي أضربها في العدد في الكي مالتها 3 في 0.9 زائدا 4 في 0.4 هذا 0.4 زائدا 2 في 1.8 هاي 1.8 زين. سؤال لكم، يحتاج اخلي اقواس؟ ما يحتاج. هنا هاي الاقواس خوف ضروريه لانه عندي توزيع راح يصير، لكن هنا بيناتي نحتاج اخلي اقواس؟ ما يحتاج. ليش؟ لان هو تسلسل العمليات ما يحتاج. ها فما ممكن اني مثلا اجمع 0.9 ويا الأربعة وبعدين اضربها بالثلاثة، هاي رياضيات، هذا يعتبر كفر بالرياضيات. فشي يسوون؟ ما يخلون اقواس، هي عبارة عن انه طبعا هو مو غلط اذا خليت اقواس، لكن بالنتيجة عملية الضرب والقسمة اولا، ثم طبعا عملية الرفع اولا، الضرب والقسمة ثانيا، وعندك الجمع والطرح ثالثا. طبعا هي الاقواس اذا فرضا اكو اقواس، هاي معلومة لكم، يعني اذا اكو مثلا هذا هنا على سبيل المثال مثلا اكو قوس، فانت مجبور تسوي الجمع يلا تضرب، هاي تعرفوها يعني الاولوية للاقواس. هسه هذا مو كلامنا، فهاي الطريقة مالت. نعم ها قيمة كي، اما نعطيكم اياها بالسؤال واما نرفق لكم صورة مثل هاي، مثل هذا جدول وبي قيم الكي، فانتم من خلاله راح تعرفون الكي ايش قد، ونعطيك مثلا هل قد كوسة هل قد ما ادري شنو، فانت ايش راح تصير المعادلة مالتك؟ هسه في لحظة بس خلي هاي امسحها. احنا هاي كل الحكي ليش نحسبه؟ منو يقول لي؟ هذا الحكي اذا نحسبه على مود معادلة برنولي. المعادلة شو تقول؟ تقول بي 1 على رو جي زائد 2 في تربيع
على لا العفو مو 2 في تربيع على 2 جي زائد اتش، هاي طبعا هنا 1 وهنا 1 شي يساوي لي؟ يساوي لي بي 2 على رو جي زائد في 2 تربيع على 2 جي زائد الاتش 2 زائد من يقول لي شنو؟ زائد شنو؟ ها لا لا مو الكي، لا زائد الاتش اس، صحيح اول شيء قلتوها صحيح الاتش اس، اي صحيح الاتش اس هو مو الكي، الكي تحصيل حاصل نحسب به الاتش اس اي، وبعد شنو زائد فشي الاخ هذا صار لنا ساعة نحكي عليه ال HF فواقد الاحتكاك، عندنا هاي فواقد شنو الأجزاء، هاي الأجزاء الربط أو التغير بالقطر بالاتجاه، وهاي شنو هاي فواقد الاحتكاك، فراح يصير معادلة هيك. زين هسه واحد يقول لي زين وبعدين وسويناها، أقول له مو مرات شي يسوي ينطيك البي وينطيك الرو وينطيك ذني كلها، مثلا يقول لك احسب لي الفي 1 كلها يعطيك اياها، احسب لي الفي 1، فانت ايش تضطر؟ تضطر تطلع الاتش اس وتطلع الاتش اف وذني المعلومات كلها، وفسوي لك فت قطار في سبيل انه تطلع الفي او في سبيل تطلع الاتش او الفي 1 او الفي 2 او الاتش 1 او الاتش 2 او البي 2 البي 1، يعني يعطيك فد مجهول معين وتستخرجه من هاي المعادله. هسه احنا بس نريد نفلت بجلدنا، هسه شنو علاقه في الموضوع؟ مو انا دا اقول لكم هي هاي يعني الفائده مالتها شنو؟ يعني الفائده مالتها انه بعض الاحيان يعطيك مساله، بس طبعا هي ما اصور يعني راح يجيب لكم هيك مساله. طبعا هي هاي المفروض اعطيكم اياها انا بصف ثالث بالمواعيد، بس يعني ما صار يمكن مجال عندنا. فهي هاي المعادلة مالتها، هاي معادلة برنول اللي أخذناها بصف ثالث كانت للمواقع المثالية. يعني شنو مواقع مثالية؟ يعني أي شيء مثالي هو ما له وجود، مجرد فشي بالخيال يعني. فعادة المواقع الحقيقية يكون بها فواقد، يكون بها احتكاك، فشون أحسبها؟ أضيف فواقد الاحتكاك وأضيف فواقد الأجزاء المشكلة. هاي بس معلومة لكم يعني، لا تخافون ما يجيكم أي شيء إن شاء الله، وإذا أجاكم أي شيء تركوه مو مشكلة. مش قد علي 10 درجات في دولكم. هسه ما أدري يعني وصلت الفكرة لو بعدها يعني. هسه إن شاء الله أنا هاي المحاضرة يعني مو جزء مو اليوم أنزلكم إياها. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. يعني كفي دي اف ان شاء الله بلكي احاول اليوم انزلكم اياها، بس كفيديو يعني الى نشوف، بس يعني بلكي باكر او عقبه اذا الله راد.